فرحنا في ايه؟ في غروب الشمس. مش عارفة ليه لما الشمس بتغيب بحس بشيء من الخوف والحزن. أصلك عاطفية أكتر من اللازم. سامي. سامي حبيبتي. مالك؟ مش عارفة مالي. تحبي نرجع الأوتيل؟ بالعكس، ده أنا نفسي أرقص معاك للصبح. أمال مالك؟ خايفة من السعادة اللي احنا فيها. بابا كان دايما بيقول في رواياته مفيش سعادة من غير خوف. خوف من ايه؟ خوف لا تضيع مننا. ما تخافيش، كلها اسبوع بابا يرجع من السفر وهكلمه يروح يقابل مامتك ويطلبك منها رسمة. طيب افرض رفض. وهيرفض ليه؟ يقول لك لما تخلص الجامعة ابقى افكر في الجواز. هقول له انا قربت اخلص الجامعة ودي حبيبتي وما اقدرش ابدا اعيش من غيرها. طيب افرض. مش عايز افرض حاجة، خلينا نتمتع برحلتنا، مش عايزين نفكر في حاجة ابدا. هتقوم على مصر الساعة 2، اعملوا حسابكم نكون جاهزين بالشنط قبل الميعاد. الأوتوبيسات هتقوم على مصر الساعة 2، اعملوا حسابكم ان احنا نكون جاهزين بالشنط قبل الميعاد. عاوزين نوصل. حلم قرب ينتهي. ينتهي ليه؟ طول ما احنا بنحب بعض عمره ما هينتهي. الحمد لله على السلامة يا ست سامة. الله يسلمك. أمال ماما فين؟ في الجنينة. ماما يا حبيبتي. يا ماما سامية وحشيني قوي قوي يا ماما. الحمد لله على السلامة يا حبيبتي. إن شاء الله تكون الرحلة عجبتك. قوي يا ماما، يا ريتك جيتي معانا. تصوري إن الرحلة دي فكرتني بالأماكن اللي وصفها بابا في القصة بتاعته. دي أماكن حلوة قوي. أنا مش عارفة ليه بس بابا ما نشرش القصة دي. عشان ما كملتش القصة دي. إن شاء الله أنت اللي هتكملي لها النهاية. اللي ما قدرش يكملها هو. يا رب يسمع منك يا ماما. يلا اطلعي غيري هدومك وارجعي احكي لي على كل اللي شفتيه. حاضر. شكرا يا عبد الله. وان شاء الله المره دي هتطول معانا. لا خلاص مفيش سفر بعد كده. اعمل لي فنجان قهوه بتاعي لو سمحت. حاضر يا سعاده البيه. الحمد لله على السلامه يا عبد الله. الله يسلمك يا حبيبي. يا سلام، مفيش احسن من بيت الواحد. قول لي اعمل ايه في الجامعه؟ الحمد لله. مفيش صعوبات في الدراسه؟ لا ابدا، كله تمام.
في حاجة كنت عاوز استأذنك فيها. خير؟ أنا بفكر أخطب. المفاجأة دي. أنت عارف بقى يا بابا، أنا قربت أخلص الجامعة، والبيت طبعًا ناقص واحدة، وده اللي خلاني أفكر في الجواز. ابني، القرار ده أنت تاخده لوحدك، دي حياتك. المهم تكون لقيت البنت المناسبة. أنا فعلًا لقيتها. أنا واثق من ذوقك ومن حسن اختيارك. قول لي، إمتى ناوي تعرفني بالعروسة؟ وقت ما تحب. أنا متأكد إنها هتعجبك جدًا. من عيلة معروفة؟ أيوة. أبوها يبقى محمود حسين، الكاتب المعروف. مش ممكن. مش معقول. مش ممكن ليه؟ وإيه اللي مش معقول يا بابا؟ البنت دي عرفتها منين؟ وإزاي؟ زميلتي في الجامعة. كل بنات مصر ما اخترتش غير دي. ايه الحكايه يا بابا؟ احنا متعودين دايما على الصراحه مع بعض. في حاجه حضرتك معترض عليها؟ مش الاول تكمل دراستك؟ ما انا هخطبها بس، وبعد ما اخلص هبقى كمال. اصرف نظر عن الموضوع ده. انا عمري ما قلت لك لا في حاجه، لكن الحكايه دي مش ممكن. ليه بس يا بابا؟ ما اقدرش اقول لك ليه. كل اللي اقدر اقوله لك ان لا يمكن اوافق على الخطوبه دي. حاجه غريبه، انا عمري ما شفت بابا بالشكل ده. اول ما سمع الاسم كان اللي دغيته عربه. مش عارف ايه اللي ممكن يكون بينه وبين ابوكي. يعني هيكون ايه؟ بابا كان انسان ممتاز وعمره ما اساء لحد خالص. يمكن في حاجة ما نعرفهاش يا سامي. حاجة زي ايه؟ مش عارف. حاولي اسألي مامتك. سعيدة يا ماما. ماما يا حبيبتي، قولي لي. نعم. عايزة اسألك سؤال. خير. تعرف عبد الرحيم منصور؟ عبد الرحيم منصور تعرفيه منين؟ ده أبو كمال. كمال مين؟ زميلي في الجامعة، حبينا بعض وناوي يطلبني منك. مش ممكن. مش ممكن. ماما، إيه الغرابة في كده؟ زميلي في الجامعة حبيني وحبيته وناوي يخطبني منك. لازم اقول لك على كل حاجه من زمان. اتهيأ لي ان الحياه ممكن تمحي الماضي. عمري ما كنت اتصور ان القدر هيرجعه تاني بالشكل الغريب ده. انت فاكره القصه الاخيره اللي كتبها ابوكي وما كملهاش؟ ايوه. القصه دي قصتي انا وابوكي. ايوه، انا منى اللي حبها محمود في القصه، واللي كانت عايشه في اسيوط، ولما مات ابوها وامها بقت القاهرة في رحلة مليانة بالخوف من المجهول. وصلت المحطة ولقيت عمي في انتظاري، ضميني بحنان وحب، وافتكرت بابا، وحسيت قد ايه انا محتاجة العطف وحنان. دخلنا المعادي، كان الطريق مليان اشجار. وقفت العربية قدام الفيلا، كانت العيلة كلها مستنياني، مرات عمي وسيامي وشايرة. خدوني كلهم بالحضن، لكن حسيت من عينيهم بالشفقة
اللي زودت احساسي بالوطن والوحده. يلا يا منى اطلعي اغسلي وشك وغيري هدومك. مش عايز كسوف؟ امال انت في بيتك. تتكسف من ايه؟ دي بنتنا. يلا يا شهير اطلعي مع منى عشان تستريح. يلا يا منى انت هتشاركيني اوضتي. انا فضيت لك الرفين دول والجنب ده عشان الشماعات. ايوه بس انا خايفه اضايقك في اوضتك. يا خبر تضايقيني ازاي؟ ده انت هتونسيني. ده انا ترجيت ماما عشان تخليكي تنامي في اوضتي. اصل سهام مخطوبه ومشغوله بخطيبها ليل نهار. عقبالنا يا رب. ما تقومي تودبي هدومك، انت هتفضلي مكسوفه مني كده. ومرت الايام وابتديت اخد على حياتي الجديده ما بين الجامعه والنادي. عجيبة الدنيا دي. طول عمري كنت بحلم اني اعيش في القاهرة، ولما اتحقق حلمي واتمنيت ارجع تاني للبلد اللي عشت فيها ايام طفولتي، احلى ايام عمري بين بابا وماما. يا سعدية لما يرجعوا البنات من النادي يقولوا لهم ان انا مش هتأخر، راجع بعد ساعة. الله رجعتي ليه يا حبيبتي؟ ابدا يا طنط، اصلي حسيت بصداع فقلت اجي استريح شويه. سلامتك يا بنتي، اجيب لك قرص اسبرين؟ ميرسي قوي. اعمل لك فنجان شاي. الحكايه مش مستاهله. اتفضلي حضرتك روحي مشوارك. مش معقول اسيبك بالشكل ده. انا بقيت كويسه، حقيقي بقيت كويسه. مش عايزه حاجه؟ انا مش هتاخر. مع السلامه. كل الحنان ده ما قدرش يخرجني من وحدتي. الشيء الوحيد اللي كان بيحمل حياتي موسيقى. ومرت الأيام كلها متشابهة، كلها ملل. يا منى عقبال ما اشوف كل واحده منكم مستتته في بيتها. انتوا زهقتوا مننا ولا ايه؟ عايزين تطرقونا وخلاص؟ هو احنا لنا بركه ان انتوا عاوزين نفرح بيكم النهارده قبل بكره. مش عارفه ليه حسيت ان عمي عايز يخلص مني، واتمنيت تقدم لي اي واحد علشان اريحه من وجودي. منى النادي عامل رحله لاسكندريه والشله كلها رايحه. وانت هتروحي؟ طبعا، وانت كمان. وعمي هيوافق؟ انا هطلع اكلمه. وجالي احساس غريب معرفش ليه ان الرحله دي اول خطوه في الطريق اللي غير مجرى حياتي. شفته لأول مرة كان قاعد بيكتب، تملكني إحساس غريب معرفش ليه، معرفتش أفسره. واتلم حوالين المعجبات، لكن حسيت إنه بيبص لي أنا زي ما يكون في حاجة لفتت نظره فيا. ورأيتها لأول مرة وخفق قلبي كالأطفال، وسألت نفسي لماذا لا تأتي لكي أكلمها، وراحت تختفي تارة وتظهر تارة، وخيل إلي أنها تبتسم، وتمنيت لو أن هذه الابتسامة كانت لي. واختفت، وتمنيت لو أني أراها مرة أخرى، واستجاب القدر لأمنيتي. رأيتها للمرة الثانية وترددت، هل ألحق
أبدأ الحديث معها. لا أعرف من هي وما اسمها، ولكني لم أفعل، فما تعودت أن أقدم على مغازلة فتاة لا أعرفها. لم يبخل علي القدر بلقاء ثالث. كانت تتمشى على البحر وقرص الشمس ينحدر في الأفق، وبدت وكأنها أحد آلهة الإغريق. وقررت هذه المرة ألا أترك الفرصة تفلت من يدي، وتقدمت إليها وكلي حرر. اسمحي لي أقدم لك نفسي، أنا الأستاذ محمود حسين الكاتب المعروف. أنا ما تصورتش أبدا إنك تعرفيني. وإنتي اسمك إيه؟ منى. دي تالت مرة بنشوف فيها بعض. مش واخدة بالي. أنا ملاحظ إنك دايما لوحدك. بحب أقعد مع نفسي. لازم بتحبي نفسك أوي. أو يمكن بحب الهدوء. يبقى لازم أنا أزعجتك. لا أبدا. بتقوليها مجاملة؟ ما تعودتش أجامل حد أبدا. أنت هتخليني أتغر في نفسي. هو أنت ناقص؟ واستمر الحديث بينا، بين الكد والهزار، لحد ما سألت. وما قريتيش ولا رواية من رواياتي؟ في الحقيقة كل الروايات اللي بقراها أدب فرنساوي. أنت بتدرسي في مدارس أجنبية؟ كنت في المارد ديو. ودلوقتي؟ أنا في كلية الآداب قسم فرنساوي. بس مش عيب تبقي مصرية وما تقريش ولا رواية مصرية. يضايقك لو اديت لك رواية من رواياتي؟ يا ريت. بس وعديني انك تقريها. حاضر. وافترقنا وقلبي مليء بالسعادة والفرح. لقد أحسست أني حصلت على شيء كبير. ولما طلع النهار كنت مخلصة الكتاب، ولقيت نفسي بسرح في عالم كله جمال، العالم اللي كنت بحلم بيه. صباح الخير. صباح الخير. قريت الرواية دي؟ روايتك دي سهرتني للصبح. إن شاء الله تكون عجبتك. مش بقولك سهرتني للصبح، دي مدهشة. أنا بعتز برأيك ده جدا. بتقولها لي مجاملة؟ لا، بقولها من قلبي. اشمعنى؟ مع إنك بتسمع الكلام ده كتير. كان يهمني أسمعه منك أنت بالذات. ليه؟ لأنك أنت مميزة. أنا؟ طبعا، والدليل على كده إني في كل البلاش ده ما ميزتش حد غيرك. ميرسي. طب ايه الميزه اللي شفتها فيا؟ لا لا، حاجات كتير قوي. طب ممكن اعرفها؟ ما افتكرش. ليه؟ اصلها حاجات تتحس ما تتقالش. بس انت كاتب. خلاص، يبقى اكتبها لك. وبعدين معاك، انا مش قدك. تعالي نقعد. طيب. منى؟ يظهر اصحابك مش قادرين يستغنوا عنك. دول شله النادي. نادي ايه؟ نادي المعادي. الله، يعني انت مش من اسكندريه؟ لا، انا من مصر، بس جايين هنا رحله. ونازله فين؟ في معسكر؟ لا، في اوتيل بوريفاج. منى. يوه. طيب عن اذنك. اتفضل. ايه اللي منى 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 عايزه مني ايه؟ ايه حكايتك انت؟ اللي ايه حكايتك؟ امبارح اديك كتاب والنهارده وقفاني معاه. اصلي كلامه حلو قوي، قصدي كتابته حلوه قوي. كلامه حلو قوي، بس اوعي تقعي في غرامه يا اختي، ده راجل متجوز. ما انا عارفه. من فضلك، عايزه اخر روايه نزلت للاستاذ محمود حسين. حاضر. في رسالة علشانك.
قررت للسفر فجأة. آمل ألا يحرمنا القدر من لقاء قريب. ومن خلال كتبه زاد التعارف بيني وبينه، ولقيت فيه الإنسان اللي بيشاركني الحسين والعفو والشعور الرقيق. حسيت إنه ملا وحدتي، كنت بشوفه في كل كلمة وبين كل سطر وورا كل صفحة، واتمنيت إني أشوفه وإن القدر ما يحرمناش من لقاء تاني زي ما طلب مني في الرسالة اللي سابها لي. ما كنتش متوقعة أبدا إني هشوفك هنا. بس أنا كنت أتمنى إني أشوفك، وكنت خايف ما ألاقيكيش. إحنا هنفضل واقفين كده؟ تسمحي لي أعزمك على حاجة؟ مش ده الأستاذ محمود حسين اللي واقف مع منى؟ أيوه، بس دي أول مرة يجي فيها النادي. أنيسة منى، اسمحي لي أقدم لك آخر رواية كتبتها، لسه ما نزلتش في المكتبات. ميرسي. هكتب لك عليها إهداء. اتفضل. أغار من كتابي أن أهديه إليك، أغار منه أن تعجبي به ولا تعجبي بي، وعزائي في إهدائي أنه بعض نفسي، ولو استطعت لأهديت إليك كل نفسي. وبعدين أنا مش حمل كل ده. أنت أصلك مش عارفة قيمتك. متأسفة، لازم أمشي. شهيرة، أنت عمرك ما حبيتي. أهلا وسهلا. أنت وقعتي ولا الهوا رماكي؟ هوا إيه ورماني إيه؟ أنا بسألك أنت حبيتي؟ تعالي هنا قوليلي، هو قالك إيه؟ وقلتيله إيه؟ احكيلي احكيلي. أحكيلك إيه؟ قالك إيه؟ كلام حلو. وأنت قلتيله إيه؟ هو أنا عرفت أقوله حاجة، كل في دماغي طار.